السلام عليكم. مشروع الرابي دول، ادي فتحات الشبابيك جاهزة بالشكل ده، الشدات المعدنية لحمل السقف البلاطات، ادي فتحات الابواب مناسب التشطيبات، الجاكيت على القمر الخشب دوت، القمر الخشب ده بيبقى شايل السقف، نقط الكهرباء بتتفتح قبل الصب بيعدي الخراطيم. ده شكل القطاع بتاع الجبس او الرابيد وول، يعني بنفس فكرة الجبسون بورد بس سمكات تقيلة، ويبقى فيه فايبر موجود. السلم مصبوب خرسانة جاهز، وفي النهاية خالص نلاقي السقف بالشكل ده، وادي نقط المساحة، وادي التشيك لاين، ادي التخطيط بتاع المشروع بشكل حضرتك شايفينه. اساخ الحديد اللي على السقف دي اساخ الحديد اللي بتثبت فيها الحوائط بتاعة المشروع بشكل دوت. ادي الحوائط الجاهزة، وادي الاسياخ اللي موجودة اماكن الحوائط، يبقى الحوائط بتتثبت في الاسياخ ديت. الجاكات دي زي نهايز بتثبت الحوائط بالشكل ده عشان تتثبت رأسي، تتوزن رأسي، الحوائط تتوزن رأسي، بعد كده تبدأ تتثبت. المنظر اللي حضرتك شايفينه في الأرض بالشكل ده كده. السقف بيبقى نفس فكرة الهولو بلوك، ويبدأ يشتغل بالشكل ده زي ما حضرتك شايفين. ادي شكل الهولو بلوك موجود، وادي الاعصاب والربات اللي موجودة في الموقع بالشكل اللي حضرتك شايفينه في المنظر ده كده. تسليح السقف، طبعا نسبة التسليح بتبقى ضعيفة جدا، قليلة جدا، موفر للحديد جدا، المفروض انه سريع في التنفيذ، خفيف في الوزن، بيوفر الاحمال اللي موجودة على اللبشة، والقواعد بتقل لان مفيش احمال كبيرة على القواعد، فبيبقى كله بسيط.